تلبية لدعوة وزارة البيئة، شارك المئات من اللبنانيين في حملة لتنظيف الشاطئ من جنوبه إلى شماله، في حين لا تزال خطة معالجة أسباب التلوث غائبة، الذي اكتفى الوزير المختص فادي جريساتي بالحديث عن استراتيجية كبيرة لمعالجة هذه الأزمة دون إيضاح معالمها. وتغرق الشواطئ اللبنانية بأطنان من النفايات تحملها مياه الأمطار من أماكن متعددة لترسو على الشاطئ قبل أن تسحبها المياه باتجاه البحر، لكن ما يبقى منها يحتاج إلى مئات الأيادي لإزالتها. لهذا يستدعي تراكم هذه النفايات القيام بحملات لتنظيف هذه الشواطئ.